العاصفة دانيال مذكورة في كتاب النبي دانيال كعلامة صارخة من علامات مجيء يوم القيامة، حسب المكتوب في الصفحة رقم 7 من 2600 سنة، مكتوب بالنص: أجاب دانيال وقال: كنت أرى في رؤى الليل إذ بأربعة رياح السماء هجمت على البحر الكبير، وصعدت من البحر حيوانات عظيمة. هذا مخالف لذاك، هجمت على البحر الكبير، البحر المتوسط. كان في أيام النبي دانيال البحر الكبير ده البحر المتوسط. العاصفة اللي جت في البحر المتوسط دي لفت هجمت الأربع رياح دي، علامة من مجيء يوم القيامة. طب إيه اللي هيحصل على البحر المتوسط؟ هيحصل حرب لم يحدث من مثلها منذ إنشاء العالم، حسب المكتوب في الكتاب ده: وصعد من البحر أربعة حيوانات عظيمة هذا مخالف لذاك. دول الأربع ممالك اللي هتيجي في آخر 7 سنين في الأرض، اللي هتحارب بعضها بعض في يوم القيامة الشهير، يوم الفوضى، يوم الفوضى العظيم. هنقرا مع بعض الاربع ممالك دول مين هما. الاربع ممالك دول مين هما؟ بص، مكتوب عن الاربع ممالك. هنتكلم عن المملكه التانية الشبيهه بالدب اللي هي روسيا. بص بيقول لك ايه: واذ بحيوان اخر ثاني شبيه بالدب فارتفع على جانب واحد وفي فمه 3 اضلع بين اسنانه، فقال له: كذا كم كل لحما كثيرا. بوتين احتل اوكرانيا، 3 اضلع بين اسنانه، زي ما احتل اوكرانيا يحتل فنلندا ويحتل السويد. فهتقوم الولايات المتحده الامريكيه اللي هي الوحش الصاعد من البحر لضرب الرئيس بوتين وروسيا وضرب الصين. روسيا وبوتين وبوتين دول روسيا وبوتين والصين والرئيس شين، الاتنين دول دول جوج ومأجوج، دول تحالف جوج ومأجوج الولايات المتحده الامريكيه. قبل نهايه عام 2024 هتصنع حرب على بوتين وهتصنع حرب على الصين، والحرب دي هتكون بدايتها في البحر المتوسط. وإعصار دانيال ده ما إلا علامة عن مجيء يوم القيامة الشهير. تعال نشوف في المملكة الرابعة. المملكة الرابعة: وإذ بحيوان رابع هائل وقوي وشديد جدا، له أسنان من حديد، أكل وسحق وداس الباقي برجليه، وهذا مخالف لكل الحيوانات الذين قبله، وله 10 قرون. بيتكلم عن حلف شمال الأطلسي إنه هيقوم يبذر حروب يوم القيامة في كل مناطق العالم. والحزب الديمقراطي الامريكي قبل نهاية ولاية الرئيس بايدن، قبل نهاية عام 2024، قبل نهاية العام ده هيقوم يبذر حروب في كل الارض. الكلام ده مكتوب في كتاب النبي دانيال من 2600 سنة. والنبي دانيال ده نبي يهودي، الله ارسل ليه الملاك جبرائيل في سبي بابل، في سبي بابل علشان يوريه احداث اخر 7 سنين في الارض. احداث اخر 7 سنين في الارض، احنا داخلين على احداث اخر 7 سنين في الارض. الملاك جبرائيل ده زي وزير خارجية السماء، الله ارسله للدنيال عشان يوريه احداث نهاية العالم. احنا داخلين في نهاية العالم، واللي حصل في ليبيا واللي حصل في المغرب والكاس اللي هتدور في كل البلاد العربية المجاورة ما الا علامات ليوم القيامة الشهير، حسب المكتوب في الكتاب. وراجع ورايا الكلام اللي بقوله لك، راجع ورايا الكلام. النبي دانيال ايضا شاف في الرؤيا ان العالم اتقسم نصين، نص اسمه ملك الشمال ونص اسمه ملك الجنوب. ملك الشمال وملك الجنوب دول هيطحنوا بعضهم بعض. بص مكتوب ايه: ففي وقت النهاية يحاربهم ملك الجنوب فيثور عليه ملك الشمال. ملك الجنوب وملك الشمال دول الولايات المتحدة الامريكية وحلف شمال الاطلسي ضد روسيا والصين اللي هم جوج ومأجوج. الارض اتقسمت نصين وعلى وشك انهم يحاربوا بعضهم بعض في حرب يوم القيامة او حرب الفوضى او زمان الفوضى. بص مكتوب ايه: ويدخل اراضي ويجرف ويطمو ويدخل الى الاراضي البهية. ده ملك الشمال اللي هو حلف شمال الاطلسي. هؤلاء يفلتون من يده ادوم ومؤاب ورؤساء بني عمون، ويمد يده على الاراضي وارض مصر لا تنجو، ويتسلط على كنوز الذهب والفضة وعلى كل نفائس مصر. واللوبيين، خد بالك من الكلمة الليبيين يعني، واللوبيين والكوشيين عند خطواته. اللوبيين الليبيين الكوشيين السودانيين، دي مناطق حرب يوم القيامة هتحصل فيها اضطراب عظيم بعد ساعات معدودة، وتفزيع أخبار من الشرق اللي هي الصين الشرق، وأخبار من الشمال اللي هي روسيا. فيدخل بغضب عظيم ليخرب وليحرم كثيرين، وينصب فسطاته بين البحور اللي هي حملات الطائرات. حلف شمال الأطلسي ينصب حملات الطائرات بين البحور لأن بيسيطر على البحر، بيسيطر على العالم كله، وجبل بهاء القدس يبلغ نهاية ولا معين له. في ذلك الوقت يكون ميخائيل الرئيس العظيم وكثيرون من الراقدين في تراب الارض يستيقظون، هؤلاء الى الحياه الابديه وهؤلاء الى العار الازدراء الابدي. ده المكتوب في كتاب النبي دانيال اللي جت على اسمه العاصفه، كعلامه من علامات يوم القيامه، ان احنا داخلين في منحدر يوم القيامه. مش هقول لك بعد سنين، بعد شهور، بعد اسابيع، بعد اسابيع، لكن الساعه المعينه انا ما اعرفهاش، لكن احنا داخلين خلاص.
حسب القول اللي قال من شجرة التين تعلموا المثل، متى صار غصنها رخصا تعرفون ان الصيف قريب. خلاص انت لما بتشوف الشجرة الورق بيقع تعرف ان الخريف جاي، الخريف جاي، خلاص العلامات كلها ظهرت. واحنا مش عيبنا الجهل، احنا عيبنا التجاهل، لان اصغر مؤمن بالله عارف ان يوم القيامة على الابواب، يوم القيامة على الابواب. لو انت بتراجع الصفحة عندي هتلاقي ان انا اتنبأت عن اعصار ليبيا واللي حصل في ليبيا، والليبيين ما سمعونيش بل اتجاهلوني، والجهل وروح النبوة اللي فيا، وانا اصغر واحد في المؤمنين. انا مش اللي هو العضلات، لا، الله ارسلني عشان اقول الكلام ده، ولازم اطيع الله اكتر من الناس. فانت راجع الصفحة هتلاقي اكتر من 3 فيديوهات قبل اسبوع وقبل يوم واحد من الكارثة حاطط فيها صورة القذافي، لان ده قضاء الشعب الليبي، لان هم انقلبوا على القذافي وقتلوه في ارض ليبيا، فده قضاءهم، لان اللي بيتقلب على كبيره بيحصل فيه اكتر من كده، زي العراق ايضا ما اتقلبت على صدام وحصل فيها كده، وهكذا وهكذا وهكذا. احنا المصريين قعدنا مبارك شوية فالله نزل علينا مجاعة، بس لكن احنا ما شهرناش بيه، فاهم الكلام؟ اليوم ان سمعت صوت الله ما تقسيش قلبك. احنا داخلين في منعطف نهاية الزمان، ادخل فلك نوح التاني، ابحث عن فلك نوح التاني، ان لقيت فلك نوح التاني هتلاقي حياتك الأبدية.